النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من أي تواجد لسحب وغيوم ممطرة، في حين نلاحظ أن وجود سحب وكميات كبيرة من الغيوم تحركت نحو مناطق العراق وأيضا شمال المملكة العربية السعودية، بعدما أثرت المملكة في وقت سابق من عطلة نهاية هذا الأسبوع والتي كانت مترافقة مع حالة عدم الاستقرار الجوي. خرائط الضغط الجوي تشير إلى تقدم مرتفع جوي من تقريبا السواحل الشمالية لمصر وأيضا ليبيا وأيضا المنطقة الشرقية البحر المتوسط باتجاه المملكة. تدريجيا نتوقع أن يستمر تقدم هذا المرتفع الجوي ويسيطر على كامل أجزاء المنطقة خلال 72 ساعة القادمة، ما يعني أجواء مستقرة بمشيئة الله تعالى في أجواء وفي أحوال المملكة الجوية. بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع هذه الليلة في العاصمة عمان فالأجواء ستكون باردة لدرجة الحارة الصغرى 6 درجات مئوية. يتوقع تشكل الضباب هذه الليلة في أجزاء عدة من المملكة، لا سيما في مناطق السهول الشرقية ومناطق البادية، وبما يضمن أيضا ويشمل تقريبا الطريق الصحراوي المؤدي للمناطق الجنوبية وأيضا منطقة زيزيا ومطار الملكة علياء الدولي، وخاصة في ساعات متأخرة من هذه الليلة وصباح يوم غد الأحد. ولذلك نرجوكم بضرورة الانتباه أثناء القيادة على هذه الطرقات من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع غدا وثلاثة أيام القادمة، غدا يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحارة، تسجل درجة حارة في العاصمة عمان 14 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 8 درجات مئوية. تكون يوم الاثنين 18 إلى 10 هناك ارتفاع آخر وملحوظ على درجات حارة بالرغم من نشاط سرعة الرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة، ولكن نتوقع وجود المزيد من ارتفاع درجات حرارة وتستقر درجات حرارة على هذا النحو يوم الثلاثاء، تكون العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، وهذه الغيوم هي سحب متوسطة وعالية غير ممطرة. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، وسنبدأها شمالا من إربد 16 إلى 7 درجات مئوية، جرش 16 إلى 9، في عجلون 13 إلى 8، وفي المفرق من 16 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الوسطى تكون في العاصمة عمان 14-8، السلط 14-9، مأدبة 14-7، وفي الزرقاء من 17 إلى 7 درجات مئوية، في حين ترتفع في البحر الميت إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون الصغرى ليلا 14 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية تكون في الكرك 14-8، الطفيلة 12-9، الشرع 11 إلى 8 درجات مئوية، في معان 16 إلى 7، في حين ترتفع في خليج العقبة 22 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون الصغرى ليلا 16 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في رويشة 17-6، الصفاوي 16-6، وفي الأزرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.